لانه معانا على التليفون الدكتور ايمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه عين شمس. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك. غير فالمزاح حضرتك. اهلا وسهلا دكتور. كلمنا عن اهميه المستشفيات الميدانيه للقوات المسلحه بارض المعارض ودلاله الافتتاح الرئاسي لها. المستشفيات الميدانيه ولو حددنا عموما لو حددنا في ارض المعارض هي دعم لمنظومه صحيه في مصر لمواجهه اي تزايد في معدلات الاصابه التي تحتاج بكل المستشفيات فوق امكانيات بقيه القطاعات الصحيه من صحه وجمال. هو دور داعم او بيستبق الاحداث، لا قدر الله لو الامور تزايدت فيكون هناك مجال استقبال المرضى بما يحتاجونه من اكسجين وغيره من اما افتتاح سته راس لياقه دي بيوري انعكاس لمدى الاهتمام بالقطاع الصحي والاهتمام بما يحدث في المجتمع. يعني في ازمه في المجتمع فرئاسه الجمهوريه مهتمه تماما بالتواجد والمشاركه ودعم ما يحدث في المجتمع. طيب الى اي مدى المستشفيات دي ضروريه لرفع قدرات المنظومه الصحيه لمواجهه فيروس كورونا يا دكتور ايمن؟ يعني زي ما قلت لحضرتك هو الشيء السليم هو استباق الاحداث، يعني لا يجب ان ننتظر لتحدث ازمه في عدد الاسره فنبتدي نقول احنا كان حقنا عمل، فهي خطوات المستشفيات الميدانيه هي استباق الاحداث، بيبقى دايما سابقين الازمه على الاقل بخطوه او اثنين بحيث لما لو حصل تزايد في الاعداد اكثر من القدره يبقى في اوريدي موجود اماكن تستوعب، فيبقى هي اهميتها هو عدم الوصول لازمه في الاسره. ممتاز. طب بالمناسبة دي جامعة عين شمس كمان عندها مستشفى ميداني، هل بدأت في استقبال حالات وإلى أي مدى ممكن يبقى في تعاون وتنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة الميدانية لمواجهة كورونا؟ هي تم افتتاحها وبالفعل فيها يعني النهارده الصبح كان فيها في رعاية مركزة 5 مرضى وفي الأسرة العادية 21 سرير، يعني من الصبح دلوقتي العدد يكون تزايدت. المستشفى دي تم دخول اول مريض لها يوم الاربعاء الماضي، يعني لها بس فقط 3 ايام، وطبعا اما وهي قدرتها تصل ل 176 سرير، ففي مجال لو في اي احتياج لاي حته. هي بتخدم كل استقبالات جامعه عين شمس والعاملين بجامعه عين شمس واسرهم والطلاب واسرهم لا قدر لو حد يصيب، وطبعا هي مفتوحه لاي مواطن مصري في احتياج، بس طبعا الدخول من اي مكان من اي جهه يجب ان يكون بطريقه منسقه عشان المريض يتقدم خدمه سليمه. حضرتك ال كان سؤال حضرتك الثاني خاص بالتعاون يعني التعاون ده ضروري، والطريقه المثلى للتعاون يكون في فوكال بيرسون او فوكال بوينت او نقطه تركيز، يعني نقطه تركيز ما بين المستشفى الميداني القوات المسلحة وما بين مستشفيات جامعة عين شمس وما بين وزارة الصحة. ده الشيء المثالي هو التنسيق بكل قطاعات الصحية في مصر بحيث هنا محتاج يتوجه للمكان المتاح فيه الأسرة، فالتعاون مش بس ممكن هو ضروري ما ينفعش لازم يكون في تعاون. ممتاز أنا بشكرك. جامعة عين شمس عندنا يعني أرقام معينة، هي أي جهة وزارة الصحة أو غير الصحة عايزة تنسق معانا في عندنا ارقام تليفونات في مسؤول عنها اساتذه في الطب هم بيتلقوا اي اتصالات لتنسيق في هذا التعامل. ممتاز بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه عين شمس، شكرا لحضرتك.